النهارده هنعمل كشري الحله لوحده، يعني مفيش اسهل ولا ابسط من كده. حاجه كده سريعه ومش هتاخد مننا ولا وقت ولا مجهود. هنعمل كمان البصل المقرمشه وازاي تطلع معانا مقرمشه وحلوه زي ما انتوا شايفينها كده، ونعمل الدقه المميزه بتاعتنا والصلصه بتاعت الكشري اللي مش هيبقى فيه احلى منها. هتعملي طبق كشري مميز جدا من غير تعب، من غير مجهود، من غير حلل كتير، وهيبقى فعلا طعمه مميز، بالذات بقى للناس المغتربين اللي زينا. الطبق ده هيبقى مميز جدا وسهل قوي انك انت تعمليه في البيت. يلا بينا نبتدي. نجيب طبق عميق ونحط فيه كوباية عدس بجبة، ونحط عليهم كمان 3 كوبايات مية مغلية، ونسيب العدس بتاعنا منقوع في المية أقل حاجة ساعتين. أساسي في الكشري بتاعنا هو تحمير البصلة، لأننا هنستخدم الزيت اللي حمرنا فيه البصلة. بعد كده هنروح جايبين 4 بصلات كبار ونقطعهم شرايح رفيعة جدا زي ما انتوا شايفين، ونزود عليهم 2 معلقة كبار نشا ونقلبهم حلو قوي. بعد كده هناخدهم على طول على الزيت، الزيت بتاعنا لازم يكون مغلي حلو جدا. ننزل بالبصل ونقلبه لحد ما لونه يبقى جولدي وحلو زي ما انتوا شايفين كده. نكمل كل الكمية، يبقى كده احنا خلصنا البصل بتاعنا. يلا بينا نعمل الكشري. هنجيب حلة على النار ونزود فيها 1/4 كوباية زيت من اللي احنا حمرنا فيه البصلة. بعد كده نزود 1/4 كوباية شعرية نحمرها حلو قوي لغاية ما تاخد اللون الذهبي. نزود عليها 2 رز هنكون غسلينهم حلو، ونقلبهم كلهم مع بعض لغاية ما الرز بتاعنا يفلفل. هنروح ضايفين بعد كده العدس بجبة اللي كنا ناعينه في المية أقل حاجة ساعتين. نقلبهم كلهم مع بعض. في الوقت ده النار بتاعتنا لازم تكون هادية، ونروح ضايفين عليهم المكرونة. أنا هنا عندي 1/4 كيلو مكرونة مقصوصة، يستحسن الحجم بتاعها يكون صغير، وكمان 1/4 كيلو مكرونة الاسباجيتي مقسماها لنصين. هنروح ضايفينهم كلهم مع بعض ونضيف المية بتاعتنا. المية بتاعتنا هتكون مغطية المكرونة والرز، وهنروح ضايفين عليهم الملح والكمون ونغطيهم ونسيبهم يستووا مع بعض. هياخدوا تقريبا في السوا بتاعهم نص ساعة. يلا بينا نعمل الصلصة. حل على النار ونزود فيها 3 معالق كبار من الزيت اللي حمرنا فيه البصلة. نحط عليهم 2 كبيرة من الثوم المفروم ونقلبهم حلو قوي مع بعض. بعد كده هنروح ضايفين 3 كوبايات من عصير الطماطم المركز ومعلقة كبيرة من الشيلي صوص. نقلبهم كلهم مع بعض ونبتدي نحط التوابل بتاعتنا، اللي هي عبارة عن 2 كبيرة ملح، 2 كبيرة كمون، ومعلقة صغيرة كزبرة. نقلبهم مع بعض ونغطي الحلة بتاعتنا. نسيب الصلصة تتسبك في حدود 4 لـ5 دقايق. نحضر بقى شطة الكشري. حل على النار ونضيف فيها 3 معالق كبار من الزيت اللي حمرنا فيه البصلة، ونروح ضايفين عليهم 2 كبار من الشطة. نقلبهم حلو قوي مع بعض. لو عاوزين الشطة تبقى جامدة نحط كمان 2 معلقة من الشيلي صوص. نقلبهم حلو قوي، ونروح ضايفين عليهم 1/4 كوباية من صلصة الكشري اللي احنا عملناها. نقلبهم وندوق، لو حسينا ان احنا محتاجين نزود ملح او كمون نزودها، وبس كده. هي دي الشطة للناس اللي بتحب الكشري يبقى مشطشط. كشري يعني دقة. نعمل بقى الدقة بتاعت الكشري. حل على النار نحط فيها 2 كبار من الزيت اللي حمرنا فيهم البصل، ونروح ضايفين عليهم 2 كبيرة من الثوم المفروم. نقلبهم حلو قوي مع بعضهم. بعد كده هنروح ضايفين التوابل بتاعتنا، واللي هي عبارة عن 2 كمون، 2 كزبرة، ونضيف كمان 1/2 كوباية خل و1/2 كوباية مية وعصرة ليمونة. نقلبهم كلهم مع بعض، وهي دي أحلى دقة ممكن تعمليها للكشري. الكشري بتاعنا استوى، خد تقريبا في سواه في حدود 25 دقيقة. الرز طالع مفلفل زي ما انتوا شايفين كده، والعدس طالع حلو قوي، والمكرونه طالعه بيرفكت. فعلا كشري الحله الواحده تجربه حلوه قوي، لازم تجربيه. قد ايه جميله وسهله، ما خدتش ولا وقت ولا مجهود، والكشري طالع زي ما انتوا شايفين كده. نبتدي نقدمه بقى. قدمناه مع البصل اللي حمرناها، مع الصلصه، مع الدقه، مع الشطه، وهو ده كان منظر الكشري. قد ايه جميل وقد ايه حلو، فعلا سهل قوي، ما خدش مننا ولا وقت ولا مجهود، وطلع مظبوط جدا زي ما انتوا شايفين كده. جربيه وقولي لي ايه رايك، واشوفك مره تانية مع حاجه جديده. ويلا باي باي.